صرح مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أن رجال الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم في مبنى متكون من 3 أدوار بمنطقة السهلة. فريق الإعلام الأمني كان متواجدا في موقع الحدث وأعد لنا التقرير التالي. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم من مكان الحدث وبالتحديد في منطقة السهلة، حيث اندلع حريق في مبنى تجاري وسكني مكون من 3 طوابق. فور تلقي البلاغ قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بالانتقال إلى مكان الحريق ومباشرة الإجراءات المتعلقة بمثل هذه القضايا. للتعرف على المزيد معنا قائد العملية الميداني المقدم محمد الغدير ليوافينا بأهم المعطيات المتوفرة لديه حتى هذه اللحظة. مقدم محمد، مساك الله بالخير. تلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بلاغ يفيد عن وجود حريق في مبنى مكون من 3 طوابق. على طول طبعا تحركت آليات الدفاع المدني وكانت 3 آليات. لما وصلت إلى الموقع في تمام الساعة 7:06 بدأت التعامل مع الحريق وطلبت التعزيزات حتى وصلت إلى 9 آليات. طبعا تمت سيطرة تامة على الحريق ومنعه من الانتشار إلى الطوابق الأخرى، وتم إخلاء السكان من الطابق الثالث أو الطابق الثاني اللي مكون من 9 شقق. تم جميع اخلاء جميع السكان منه، وكان في 3 حالات اصابت باختناقات، اصابه اختناقات بسيطه، وتم التعامل معها في من جانب الطاقم الطبي في الموقع. المقدم محمد، ممكن تفيدنا لو تكرمت من خلال المعلومات الاوليه المتوفره، ما هي اسباب اندلاع هذا الحريق؟ الاسباب الحريق تمت معاينه الموقع واستماع لبعض الشهود وتحديد الموقع بالضبط، لكن لوجود بعض المخلفات الحريق حاليا فيستصعب تحديد سبب الحريق بالضبط. فراح يكون طبعا غدا صباحا فريق البحث التابع للاداره العامه للدفاع المدني متواجد في الموقع ليعطينا طبعا الاسباب الحقيقيه للحريق. المقدم محمد غدير، شكرا جزيلا لك. كان معنا المقدم محمد الغدير قائد العملية الميداني. هذه هي المعلومات الأولية، وسوف نوفيكم بالمزيد من المعلومات فور ورودها إلينا. تقبلوا تحيات فريق الإعلام الأمني، شكرا جزيلا.